مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة كويكو. الوصفة تاع اليوم راح تكون كيك بدون سكر هش وخفيف وبمكونات طبيعية وصحية. تابعوا معي الفيديو. أول شيء نجيبوا وعاء ونحطوا فيه 3 بيضات كاملة تكون بدرجة حرارة الغرفة، وراح نزيد نحط كومبوت التفاح أو المربى كنت صنعته في البيت فورته ورحيته، ولا تقدروا تحطوا كذلك كومبوت الإيجاز يتماشى مع هذه الوصفة. نزيد نحط كمية من الحليب بدرجة حرارة الغرفة كذلك، نزيد نحط كمية من الياغورت الطبيعي راح يخفف العجينة ويمد لها قوام رائع. الآن نبدأ ندرب الكل بالخلاط الكهربائي حتى تتجانس كل المكونات ويتضاعف المزيج. نخلطو حوالي دقيقة وضروري نقوم بهذه العملية باش يدخل الهواء داخل المزيج ويجينا الكيك خفيف. من بعد نجيب الزيت ونحطه فوق المزيج. في نفس الوقت وانا نضرب المزيج نحط الزيت بكميات قليلة كما راكم تشوفوا باش المزيج ديالنا يزيد يتضاعف ويتخلط مليح مع المكونات. نزيد نحط كمية من القرفة وهذا اختياري. الآن نجيب مصفات ونبدأ نغلب الفرينة تاعنا. بعد ما غربلت الفرينة راح نحط كيس من الخميرة الكيميائية. ونزيد نضيف بيكربونات الصودا ورشة ملح. ونبدأ نضرب مليح المزيج بالمضرب اليدوي حتى تتجانس جميع المكونات. راح نحط لكم كل المقادير في صندوق الوصف أسفل الفيديو. كما راكم تشوفوا العجينة تجي خفيفة وشوية سائلة. بعد هذه المرحلة نروح نجيب لوح التقطيع ونحط كمية من الزبيب والتمر. ونبدأ نقطعهم قطع صغيرة. طبعا هنا الزبيب ديالي كنت نقعته في الماء مدة نصف ساعة باش يجينا طريف الكيك. كما تقدروا تزيدوا أي فاكهة مجففة عندكم في البيت، مثلا التين أو المشمش الجاف يتماشى أيضا مع هذه الوصفة. نزيد نقطع التمر قطع صغيرة كذلك. هذا الكيك مغذي ومليح للأطفال، وخاصة قدموه لهم في فطور الصباح مع عصير منعش راح يقعدوا شبعانين طول الفترة الصباحية. وهكا نزيد نجيب كمية من الجوز ونقطعها كذلك بالسكين قطع صغيرة كما راكم تشوفوا. كما تقدروا أيضا تضيفوا اللوز والكاوكاو حسب الذوق. الآن نحط التمر والزبيب والجوز في الخليط ديالي كما راكم تشوفوا، ونعاود نخلط المكونات بالمضرب اليدوي حتى تتجانس جميع المكونات. بعدها نجيب قالب كيك ونبدأ نصب الخليط داخله بهذا الشكل. القالب ديالي يكون مدهون بقطعة زبدة ورشيت عليه فرينة، ويكون صغير الحجم اللي يرفد 3 حبات بيض، وإذا عندكم الحجم الأكبر استعملوا 5 حبات بيض. من بعد نخبطه شوية باش نسوي المزيج في القالب، وهذا هو مستواه، يجينا حوالي 3/4 القالب. والفرن ديالي يكون ساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونحطه يطيب حوالي 20 دقيقة. بعد 20 دقيقة ها هو الكيك، نخلوه يبرد. الكيك ديالنا تحمر مليح وخد اللون الذهبي. الآن نحاول ننزعه من القالب برفق. نجيب الصحن هكا ونقلبه على راسه كما راكم تشوفوا. ها
هو الكيك تنحى بكل سهولة. كما راكم تشوفوا تحمر من كل الجوانب وخذ اللون الذهبي. كذلك كما راكم تشوفوا من الداخل طاب خفيف مثل الإسفنج. الآن راح نزينه بقليل من دبس التمر كما تلاحظون، نصب على كامل أطراف الكيك، وكما تعلمون دبس التمر أيضا مغذي ويتماشى مع هذه الوصفة وذوقه كذلك بنين بزاف. نزينوه بحبيبات الجوز من فوق هكا، ولكم الاختيار في التزيين، كذلك حبيبات الزبيب وورود مجففة صالحة للأكل باش تعطي للكيك شوية حيوية وحياة. ها هو الكيك الصحي بدون سكر جاهز للتقديم. مثل العادة رح نقسم معاكم قطعة باش تشوفوا داخل كيفاش طاب. ها هو الكيك تاعنا من الداخل جاهش وخفيف بزاف. شوفوا كذلك من الداخل جاب بزاف خفيف ومشرب وخدا اللون الداخل تاع قرفة والفواكه. صراحة جربوه مش رايحين تندموا عليه. يقدم مع الشاي أو أي مشروبات سواء كانت عصائر أو مشروبات ساخنة. أتمنى أنكم استمتعتم بمشاهدة الفيديو. إذا كنت أول مرة تشوف الفيديو ما تنساش دير لايك والاشتراك في القناة باش يوصل لك كل ما هو جديد. وانتظروني مع وصفات أخرى.